السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، انا هخش لكم في الفيديو ده على طول كده، عشان ايه؟ في مشكلة انا عايز احلها، وانا مش عارف الصراحة احلها ازاي. ده طبعا الزغلول، انا اهو تعالى بس هلو بيتتعافى عليا اهو. ده انا دخلت عليهم الباكستاني وهم شغالين ضرب فيه، فانا مش عارف بقى احل الباكستاني ده منين، اعمل ايه في الحل ده بقى. طب انا عايز اشوف حل كده، اشوف له ده حل ازاي بقى. مش عارف بقى احطه مع مين ولا فين. احطه هنا مع الزغلول طلع. طب انا عايز ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ادخلوه بس خلاص. ادخل انت، انا بفكر يعني. بصوا انا هقول لكم انا عامل ايه. اجي عليه انا ادخل ده ايه مع دول، هعاقبه بقى زي ما كان بيعاقبهم. اعرفه ايه؟ هو فكر طلع اخوه معاهم كمان، اقسم بالله. اخوهم طلعوا معاهم لغايه ما ياخدوا على بعض. اخوهم بس ايه، هما كده الست دول لسه ياخدوا بس على بعض كده، ان شاء الله يكون الدنيا اتظبطت. ثم زنقين. بصوا انا مش عارف بقى ليه كده. تعالى اطلع ياه، انا عايز حد يحميهم منهم. مش عارف بقى، مش عارف حل المشكلة دي تبقى ازاي. انا عايز اعرف حل المشكلة دي. شوف اليمة دي مخلفة عندنا في المنور 3 مرات، وده مفيش حل بقى غير انا اخليها عند ابوه وامه. وانا يعني عارف انا اعمل مع ايه، هدخله مع الزغاليل ايه يعني. بصوا ممكن ادخله مع ابوه خلاص. ثانية هوريكم دلوقتي. خلينا مع ابو امه. وده اهو. فانا مش عارف مشكلة حل الضرب ده انا اعمل فيهم ايه. انا مش عارف، بس انا عايز اخليهم معاه. وانت بتتهز كده ليه يا عم؟ عمال بيعمل لك زي الهزاز، عارفين انت؟ اه شايفين، عارفين انت الحياة من الهزاز هو بيعمل زيه. فانا عايز يا جماعة الدنيا دي تروح مع الزغاليل دول عشان يقدروا ياكلوا معاهم. فانا مش شوفوا لي حل كده، انا عايزهم ياكلوا معاهم ويشربوا معاهم. بس دول بياكلوا دراع وجه بس عشان هم لسه صغيرين. ادي الاسود ده طبعا ايه، مفترس. طب انا بفكر كده بس هخليهم هنا. شوف لما اقفل العين كده. واحنا طبعا احنا نخلي الاكلات دي لغايه ما الامور تتهدى كده، ومرتاده وان ايه ممكن ده يعني. بصوا انا هقول لكم انا عامل ايه دلوقتي. انتوا طبعا شايفين الباكستاني اللي هو اللي احنا لسه مدخلين عند امه وابوه. انا ممكن ادخله مع الاثنين دول، وده ادخلهم هما الاربعه كده في ايه، في العين اللي هي دي، واخلي الاثنين دول فوق. هو ده الحل اللي عندي. فانتوا لو عندكم اي مثلا حل اكتبوا لي، قولوا لي في التعليقات مثلا ايه. حط الزغلولتين دول في العين اللي قدامهم والاربع زغلول هنا، فانتوا شوفوا لي حل. انا عايزكم انتوا تجاوبوا عليا مش انا اللي جاوب عليكم، فاهمين؟ وممكن ده الباكستاني ده طلعه معاهم وخلي الثلاثه اللي تحت في عين لوحدهم. فانا عايزكم تشوفوا حل. وبصوا الياما دي بتنزل تاكل الدور الصفرة دي، فانا سايبها لها. فايه طب انا عايز اشوف حل. طيب في انت كده مش عارف ولا ياكلوا ولا يشربوا. طب انا عايز اعرف اشوف لهم حل ايه. طيب انا مش عارف اعمل ايه.
عايزهم ياخدوا على بعض. بس دي تكون نهاية الفيديو، لو عايزين اي تجديدات في العشة او اي حاجات اكتبوا لي في تعليقات، وعايزكم تشوفوا لي حل اللي انا قلت لكم عليه، دول احطهم فين، والباكستاني والاثنين الكشك والعبسي. وبالسلام، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في تعليقات.